ايه سيد سركيس، ما قلت لي على اي خط صرنا؟ صرنا على خط هاي البلد بحاجة لناسا، لازم نكون ايجابيين ونشتغل لمصلحة هالبلد. حلو لك الحكي. ايه شو يعني؟ يعني لازم نطلع على نص الكاسة المليانة، مو نضل ننق ونطلع على نص الكاسة الفاضية. يا عيني عليك. ومشان التغيير، التغيير عم يصير، بس هذا الشيء بده وقت، وبدنا نتعاون كلياتنا ونشتغل لهذا الشيء بإيجابية. يعني شعبنا روح قلبه نظرية الصيدلية. عارفة نظرية الصيدلية؟ لا والله أنا بعرف الصيدلية. أخي نظرية الصيدلية شعبنا بده يحل كل هالمشاكل اللي حواليه، مثل ما بياخد حبة الدواء، يعني كن فيكون. إيه ما بيصير، كله بده الشغل، وبده نتعاون مع بعضنا ونوقف مع بعضنا. يعني إيه ونكون إيد واحدة؟ إيه لك؟ نزقف. إيه لك؟ طب والإصلاح؟ الإصلاح بده شغل، بده نوقف مع بعضنا، بده نساعد بعضنا، بده نطبق نظرية ساعد. تعرفها نظرية ساعد؟ لا والله منيح بتجيبهم هدول. أنا بعرف ساعد وبقدر ساعد، يعني خادم للأوادم. هي 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 النظرية، لازم كل واحد يساعد هالناس وهالمجتمع بشي بيعرفه. واحد إذا معه مصاري بيساعد هالناس، واحد إذا عنده أفكار بيساعد الناس. يعني نشتغل كلياتنا إيد واحدة لنرفع هالسوية ونكون إيجابيين ببلدنا. يعني هي هي نظرية ساعد. يا عيني عليك يا سركيس، عجبتني هي نظرية ساعد. يا ساعد لو تشوفها شبي ماني بشايب لابساتان براقع، يا سركيس شايب تني. ولك سعيد طلباتك كتراني كتير، يوم بدك كيس بطاطا، يوم بدك كيس بصل، يوم بدك كيس باذنجان، لا تكون عم تاخذهم تبيعهم لبرا. لا الله يسامحك يا ابو تحسين، الله يسامحك، انا بدي اعمل هيك، كله كيس بطاطا طلبناه منك، بتحزوا عني يعني؟ انا راح اعطيك كيس بطاطا بس بشرط. لك شروط اللي بدك يا ابوس ايدك. استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم، جايتني سياره توم بدك تنزل لي اياها. توم لا، توم لا. تستفعل بلا الله معك. خلاص خلاص، خلاص مثل ما بدك اخي. توم ايه. يلا خذ كيس اللي بدك اياه لشوف. هذا الكيس. شرف خدوك. كتر خيرك. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. جنني هالشغيل، جنني. اهلين بهالعين. اهلين حبيبي. شو الاسم بالخير؟ والله فداء. فداء؟ ايه والله. ان شاء الله الله بيبليك فداء. حلوة يا. حلوة. ايه والله. تعيش الشر عنا. شو الاسم؟ انا حدو. حدو جهنم اللي ما بيحبها. الله وحي الراي عمي. قتلك وحده والله بعينتك زهراوي. انت قتلك وحده. الله يسعدك. شو اخر وحده؟ والله يلا اخدا اخر واحد. حلوه حلوه. ما سمعت ليش اخر وحده؟ لا والله. شو كنت قاعد ورا؟ هذا واحد شوفير تاكسي دعس شرطي. ايه. قام اتصل بال 112 قال له صرته 111. واحد هيك ماشي بهالسيارة الله وكيلك عرفت شو؟ وطلع واحد بوشه زمر له زمر له زمر له زمر له، طلع من الشباك يأشر له يأشر له يأشر له، بوف وفات فيه. أخذوه على هالمستشفى. اجوا الشرطة قالوا له شو؟ قال له ما كان يبعق عرفت شو؟ فاق من البنج هداك. قالوا له لك ليش ما عم تبعق؟ قالوا مو أشر لك بالضوء، مو زمر لك، لك مو طلع من الشباك وينادي له. قال لهم ايه بس انا قاعد بدكانتي وين بدي اروح. اثنين قاعدين عم يحششوا، قام اجت الشرطة، قام ضبوا الحشيش وفردوا الشطرنج. فاتت الشرطة قالوا لهم شامين ريحة حشيش؟ قال لهم شو بدكم تسموا لك ريحة شطرنج.